السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. قبل كل شيء نقدم لكم نفسي، انا اسمي ايمن صخر من ولايه الواد، بالتحديد بلديه جامعه، مشارك لاول مره في مسابقه اليوتيوب بارز من تنظيم بودكاست عربي. كان جدودنا كيجي العيد يزور قريبهم اللي ما شفهمش ليه مده كبيره بوسائل بدائيه. هذاك بكري بصح في وقتنا درك ما يزورونا ما نزوروه أبار تليفون كنا عيدنا عليه. بكري كيجي الصيف وراكم عارفين الصيف عندنا هنا هو السخانة، كان يستعملوا مروحة واللي نسموها احنا مروحة سعف. بصح في وقتنا درك كيجي الصيف يتلقاهم في وقتهم كان يقرأ غير باللوحة والسمق، كانش كاين هذه مدارس عمومية، كانت غير مدارس قرآنية. في وقت نظرك مدارس قرآنية عادت شبه منعدمة لأنه التكنولوجيا دخلت التعليم. بكري كان الخاوة يحبوا يحكموا بعضهم ويفوتوا الوقت مع بعضهم، بصح في وقت نظرك الخاوة فرقتهم التكنولوجيا.